مرحبا ويسعد اوقاتكم. قبل ما يكون في عطور الديزاينر مثل الشانل والكارتير والفيرزاتشي وما شابه من هالعطور يلي اختص فيها او اختصت فيها دور الازياء وتصميم للملابس وما شابه والساعات، كان في عطارين يقوموا بعمل خلطات خاصه لاشخاص من الطبقه المخمليه بالعصور الوسطى اذا رجعنا شوي لورا. ولكن بهالوقت هذا يعني صار في عنا شيء اسمه عطور النيش اللي هي أغلب ما هو متخصص بالتياب والفاشون والديزاين. عطور النيش غالية متخصصة، مو كل الناس تقدر يعني تتعامل معها، حتى لبسها يعني صعب، بده شوي يفهم العطر أو يكون من عشاق هذا الخط يلي يشتغله مثلا المصمم. وتتميز بأغلب عطورة بالهاي كواليتي أو البصمة الخاصة بالعطار يلي ما بتكون سهلة بأغلب الأحيان إنه يعني واضحة أو صريحة، فبيكون لكل عطار بصمة بالعطر تبعه حتى لعطور الديزاينر، بس بالذات عطور النيش إلى بصمة معينة وكومبليكيتد بطريقة ما أنا سهلة رح نشوفها معقدة أو نحسها معقدة. كمان مو كل الناس بتقدر تلبس عطور النيش لأن أغلبها معقد بتصميمه. خلونا نروح للفيديو اللي رح أذكركم فيه أغلب شركات النيش، أو من وجهة نظري هي شركات يعني محترمة، ورح تلاقوا الوصف تبعها تحت بالفيديو. كمان رح حاول اقطع لكم الوقت تبع الفيديو اذا الله راد. هي اغلب عطور النيش هاي اللي مشهورة او اخذت يعني صيت كتير كبير. كمان صارت عطور النيش كتيرة يعني ما فينا نحصيها، فاذا حدا منكم بينصح بشركات من شركات النيش انا ما بقدر اذكرها كلها، ولكن يعني اغلب اللي بقدر عليه رح اوصف لكم اياه، بس الباقي كتير. انتوا اذا عندكم تجربة حلوة مع عطور النيش يا ريت تذكروا لنا الشركة والعطور يلي جربتوها منا وبتنصحوا فيها اخواتكم يلي عم يدخلوا للقناة. ما حنطول عليكم كتير، خلونا نروح للفيديو. انا جوتال، حدود السعر من 110 دولار إلى 310 دولارات، هي عضو في العطور الفرنسية العليا وتظل واحدة من المنازل القليلة التي لديها عطور خاصة بها. تتمسك العلامة التجارية بالجودة والأصالة من خلال جعل كل شيء بدءا من الروائح وحتى التعبئة والتغليف حصريا في فرنسا. وتسمية أنيك غوتال كجزء من أفضل 5 ماركات للعطور لدى تجار التجزئة. أركويست، نطاق السعر من 165 دولارا إلى 185 دولارا، أسسها المهندس المعماري المكسيكي كارلوس هوبر الذي اعتاد أن ينتقل إلى نيويورك للحصول على شركة أركويست، التي فازت قريبا بألقاب مرموقة مثل أفضل علامة تجارية لأفضل عطور صاحبة أزياء في فاشن جروب، وأعلى 5 علامات تجارية لمؤسسة فراغرانس تم إطلاقها في الولايات المتحدة. بريدو، نطاق السعر من 110 دولارات إلى 220 دولارا، هو بيت العطور السويدي الذي يدمج المراجع الثقافية الفريدة من جنوب آسيا. مؤسسها هو بن غورهام الذي نصفه كندي ونصفه هندي، يستمد من جذور والدته الهندية مما يجعله أو يجعل الروائح مميزة تدمج بين الشرق والغرب، ولكن جميع منتجاتها تصنع وتجمع يدويا في السويد. سي بي هيت برفيوم، نطاق السعر من 80 إلى 210 دولارات. كان سي بي وهو اختصار لكريستوفر بروسيوس سائق سيارة أجرة، وأسس هيت برفيوم بسبب ركابه الذين كانوا يرتدون بعض الروائح الرهيبة للأسلوب الحقيقي، والآن يصنع روائح حسب الطلب تحتوي كل منها على قصص فريدة مثل قصصه.
سيرة رودون هي سلسلة تم إطلاقها لتصنيع الشموع وتصنع العطور أيضا الآن، حيث تعود روائحها إلى فرنسا في القرن 17. لقد اعتادوا توفير الشموع لعدد من الحكام والقضاة مثل نابليون وأنتوانيت أو ماريا أنتوانيت ولويس ربما 16، أو ويظلون وتظل عطورهم ملكية رائعة كما هو الحال في تلك الأيام، حيث يتم تمثيلهم بواسطة أفضل وكالات الأزياء الفاخرة وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. كلايف كريستيان، نطاق السعر من 310 دولارات إلى 215 ألف دولار، وكلنا نعرف هذه التحفة الفريدة من صنع كلايف كريستيان التي يبلغ سعرها الآن 215 ألف دولار. ربما نفرد فيديو خاص عن هذه التحفة العطرية. يفتخر كلايف كريستيان بالعطور الأغلى في العالم على النحو المعترف به في كتاب جينيس للأرقام القياسية. عطر رقم واحد يقع في بلورات بكرات مسقولة من ماس وطوق ذهب عيار 18 قيراطا، ويستغرق أكثر من 6 أشهر للوصول إلى الرائحة المثالية. إنها حصرية للغاية، بحيث يتم جمعها فقط من قبل خبراء خاصين، وتبقى معروضة في أماكن مرموقة مثل هارودز لندن وكريد. نطاق السعر من 165 دولارا إلى 995 دولارا. أسسها جيمس كريد في بريطانيا في القرن 18، وشركة تقوم بتزويد العائلات الملكية بالعطور الفاخرة بما في ذلك الملكة فيكتوريا. وبعد عدة أجيال لا تزال الشركة في النطاق الأسرة وفي أيدي أوليفر كريد، الذي يصر على أن جميع المكونات يتم وزنها وخلطها وتصفيتها يدويا كما كانت قبل قرون. كاتاليا برفيومز، نطاق السعر من 75 إلى 200 دولار. بيت عطور سويدي أنشئ عام 2018، مؤسسه مصمم العطور العربي الذي نفخر به محمد دخل الله، الذي أنتج عدة عطور تعتبر من عطور النيش، وتميزت هذه بسرعة في المجتمع الإسكندنافي. وسنفرد إن شاء الله لهذه العطور وبيت العطور فيديو خاص تشجيعا منا للمصممين العرب والمبتكرين الذين يعتبرون قلائل في الوطن العربي. The Different Company، نطاق السعر من 95 دولارا إلى 375 دولار. تأسست شركة The Different Company عام 2000 على يد جان كلود إلينا، أحد أكثر العطارين شهرة في جيلنا، والمسؤول عن صنع العطور لماركات مثل هيرميز وبولغاري وكارتير. ديبتيك، نطاق السعر من 95 دولارا إلى 140 دولار. شركة ديبتيك واحدة من أشهر ماركات العطور بين كبار تجار التجزئة، روائحهم غير عادية للغاية، ومع ذلك فهي متطورة، مما يجعلها من السهل الانصهار بين المشجعين المخلصين لتلك النوعية من العطور. دي اس اندورغا، نطاق السعر من 89 دولار إلى 110 دولارات. بدأ المؤسسون في صنع كولونيا الحلاقة للأصدقاء من الزهور والأعشاب والتوابل، وبعد فترة وجيزة بدأ الزوج في مزج الزيوت والمستخلصات النباتية لصنع العطور التي تمت الإشادة بها الآن من خلال منشورات مثل ديتيلز أو جي كيو ديتيلز وفري أند إيزي، وجميع روائحهم من الجنسين أو للجنسين، ولا تزال مصنوعة في المنزل. فريدريك مال، نطاق السعر من 145 دولار إلى 350 دولارا. فريدريك مال يأخذ الخبرة في صناعة العطور بدءا من جده الذي أسس شركة كريستين ديور أو برفيومز كريستين ديور. بعد أن عمل مال كمقيم وناقد محترف للعطور، واصل مال تأسيس شركته الخاصة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تكرس جهودها للترويج للعطور نفسها وليس للعلامة التجارية. يعمل فريدريك مال مع العطارين المشهورين على مستوى العالم لإنشاء روائح مميزة دون أن يرتبطوا بأسلوب معين، ويخلقون العطور لأمثال درايز فان نوترن وبيري هاردي. جون مولو،
نطاق السعر من 60 إلى 145 دولارا. وتأسست شركة جون مالون في لندن، وهي الآن واحدة من أكثر ماركات العطور شهرة في العالم، والتي صممت لتناسب مرتديها من خلال وضع روائح متعددة فوق بعضها البعض أو الجمع بين العطور، وهي عبارة إلى حد بعيد علامة تجارية بعد ذلك أطلقها جون مالون لنفسه. جويا ستوديو، نطاق السعر من 112 دولارا إلى 750 دولار. تم تسمية جويا الإسبانية لجويل على اسم خليط الشمع الطبيعي البلوري المستخدم في شموع العلامة التجارية، وهو المنتج الأساسي الذي تقدمه هذه الشركة امتدادا طبيعيا في إنتاج الشموع. بدأت جويا في إنتاج العطور أيضا بنفس الروح الفنية التي تشتهر بها العلامة التجارية للشموع، وبالتعاون منتظم في طبعات محدودة أو إنتاجات محدودة وعناصر قابلة للتحصيل مع علامات تجارية. وتكلف منتجات جويا ستوديو ما يقارب أحيانا من 800 دولار لشمعة واحدة، وتتميز بعمل يدوي 100% بما في ذلك عبوتها. جينيبر ريدج، نطاق السعر من 35 إلى 122 دولارا، وهي شركة عطور وحيدة في العالم التي تعبر روائح من النباتات البرية والطحالب والأشجار المقطوعة من الساحل الغربي لأمريكا. مؤسسها هو جينيبر ريدج، وهم كانوا مجموعة من المتنزهين وليس عطارين، الذين كانوا يبحثون عن المكونات العضوية والطبيعية بنسبة 100%. في الواقع تجعلك الكولون من إحساس الرحالة الذين يشعرون وكأنهم في واقع كالغابة، مع وجود روائح طبيعية نفاذة تذكرنا بالعشب والمطر ومسارات المشي لمسافات طويلة. ليلابو، نطاق السعر من 130 إلى 160 دولارا. هي شركة صغيرة تقدم كل روائحها في مختبر العطور في نيويورك. المختبر مفتوح للعامة لأي شخص لمراقبة وتجربة عملية صنع العطور. تتمثل مهمة ليلابو في مقاومة وإحداث ثورة في صناعة العطور التي يصفونها بأنها مشبعة بشكل مفرط بالعطور ذات الإنتاج الضخم. ميسون فرانكيس كورجيجيان، نطاق السعر من 175 إلى 300 دولار. وتخرج فرانسيس كورجيجيان من مدرسة العطور المرموقة في فرساي في سن 26. ابتكر عطر لومال لجان بول غوتييه الذي لا يزال أحد أفضل العطور مبيعا في العالم، بعد إنشاء أكثر من 40 عطرا لبيوت الأزياء الكبرى الأخرى. أسس عطور ميزون الخاصة به أو ميسون، والتي تم الاعتراف بها الآن من قبل مؤسسات مثل WWD باعتبارها طفرة. أودن، نطاق السعر 125 دولار إلى 165، وهو بوتيك متعدد العلامات التجارية في نيويورك، وبدأ في صنع العطور الخاصة به في عام 2009 مستوحى من الغرابة في السفر. صنعت عطورها بالفعل في أماكن غريبة من الكنا مثل الهيمالايا وجزر الهند الغربية، الأردن، اليابان، تركيا والبحر الأبيض المتوسط. رائحتهم قوية ولا تنسى، وجميع هم للجنسين. بن هاليغونز، نطاق السعر من 125 إلى 150 دولار. وويليام بن هاليغون شركته أسسها باسمه المستعار في القرن 19، وأولها بدأ كحلاق في المملكة المتحدة، ولا يزال موقعه رائجا إلى حد كبير، وهو معروف الآن بعطوره. وهو يصنع عطوره في إنجلترا من أجود المواد مثل الياسمين الفاخر الذي يكلف ضعف سعر الذهب. ريمون مانيغول، نطاق السعر من 185 إلى 200 دولار. ورامون مانيغول هو سليل آخر من عائلة متعددة الأجيال في خبرات العطور، الذين أسسوا ميرورجيا دار العطور الرسمية للعائلة الملكية الإسبانية بعد أن غمر نفسه في المنزل الملكي. أسس مونيغال شركته الخاصة التي ترخص العطور لماركات مثل أدولفو دومينيغيز وماسيمو دوتي.
زيرجوف، نطاق السعر من 200 إلى 790 دولارا. يقع المتجر في مدينة تورينو بإيطاليا، ويصنع العطور في إجراس. تباع العطور الأكثر شعبية في أوروبا وفي الشرق الأوسط. للحفاظ على روح الترف، تم نحت زجاجاتها من حجر الكوارز وزجاج المورانو والمواد الثمينة الأخرى، مما يجعلها تبدو وكأنها أعمال فنية منحوتة. كان هذا فيديو عن براندات النيش الموجودة في العالم وأشهرها، وأرجو منكم إن نسيت بعض الشركات أو لم يتسنى لي ذكر المزيد حتى لا يطول الفيديو كثيرا. أرجو منكم ذكر البراندات التي تتعاملون معها في عطور النيش، ومحبتي لكم، وإلى